بخصوص حوض التنسيق، فقد تميزت السنة المنصرمة بمواصلة إنجاز أشغال سد أيد زيات بإقليم الحوز بسعة تخزينية تبلغ 185 مليون متر مكعب، الذي سيمكن من دعم تأمين تزويد مدينة مراكش بالماء الشروب وكذا توفير مياه سقي للمنطقة. مواصلة إنجاز سد بولعوان بإقليم شيشاوة بسعة تخزينية 66 مليون متر مكعب، والذي سيمكن من تأمين تزويد مدينة إبن تانوت والمناطق المجاورة بالماء الشروب وكذا توفير مياه السقي والحماية من الفيضانات.